بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كلفني حضرة صاحب النيافة سيدنا الأنبا صليب إن أنا أقدم شرح مختصر عن ظاهرة تعامد الشمس اللي على المذبح البحري في كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس الأثرية بصهرجت الكبرى المسمى باسم القديسة العذراء مريم. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد فتح القبر والتأكد من إصعاد جسد ستنا كلنا وفخر جنسنا القديسة العذراء مريم. في الحقيقة كنيستنا الأثرية ماري جرجس بصهرجت الكبرى بتتميز بوجود ثلاث مذابح باسم العذراء البحري وماري جرجس الأوسط والملاك ميخائيل الإبلي. في كل عيد من أعياد هؤلاء القديسين الشمس بتتعامد زي ما احنا شايفين كده على كرسي المذبح في يوم العيد، زي ما احنا حضراتكم شايفين الطاق القبة اللي فوق المذبح عبارة عن قبة بيضاوي شكل نصف كروي مفتوح فيه طاقة واحدة بس بتدخل نور، وزي ما حضراتكم شايفين الطاقة جاية على الناحية القبلية، وديت غير الطاقة اللي مفتوحة في المذبح الأوسط وغير الطاقة المفتوحة في مذبح الملاك زي ما قلت في الفيديوهات اللي قبل كده. لكن النهاردة بقى اللي بيتميز النهاردة ان احنا بنشوف بعينينا فرق الشمس او فرق السقوط بتاع اشعة الشمس بين الست العذراء في عيدها وماري جرجس اللي كان عيده الشهر اللي فات يوم 16 ابيب الموافق 23 يوليو اللي هو عيد مجيء رفات الشهيد ماري جرجس من فلسطين الى كنيسته بمصر القديم. زي ما حضراتكم شايفين الشمس دلوقتي بتتعامد بالظبط على كرسي المذبح في عيد القديسه العذراء مريم. طيب تعالوا بقى نشوف دلوقتي لما كانت الشمس بتتعامد في عيد ماري جرجس من شهر، النهارده أشعة الشمس جت فين؟ اتفضلوا معايا. أولا احنا هنشوف حضراتكم ان في انحراف شوية في الطاقة عن الطاقة المفتوحة في هيكل الملاك. هنا الشمس جت عند آخر المذبح ومن شوية كانت بجوار المذبح، يعني الشمس في هذا اليوم جت مشيت الناحية دي. من شهر كانت زي ما احنا شفنا في القداس كانت الشمس على كرسي المذبح، يعني هي في خلال شهر اتحركت الشمس يدوبك حوالي 60 أو 50 سنتي ناحية البحري، الناحية البحرية. هنا طبعا بيتضح وبعيد مرة تانية بتتضح عظمة أجدادنا اللي بنوا هذه الكنيسة اللي لحد دلوقتي احنا ما نعرفش عنهم حاجة، ما نعرفش التاريخ الدقيق اللي فعلا بنيت فيه هذه الكنيسة، لان حتى اعياد القديسين اللي موجودين في الكنيسة اعياد اتثبتت في الكنيسة بتواريخ مختلفة. يعني زي ما قلت قبل كده عيد الملاك ده عيد قديم من ايام البابا ثيوفيلوس في القرن الرابع الميلادي، عيد ماري جرجس ده في القرن 16 الميلادي ايام البابا غابرييل، عيد الست العذراء عيد من القرون الاولى من القرن الاول والثاني الميلادي. فالاعياد مترتبه في قرون متباعده جدا عن بعضها. مين بقى وفي اي وقت جه المهندس اللي عمل كل هذا التصميم فائق الروعه؟ انا بدعو كل المهتم بالاثار، كل المهتم بالبحث وانه المهتم عن البحث عن اجابات لهذه الالغاز يا ريت يتفضل ويجي، واحنا على استعداد ان احنا نساعده بكل ما نستطيع. كل سنه وحضراتكم طيبين، لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى ابد الابدين كلها امين.